النهارده الصبح عدد كبير جدا مننا عمل شير على مواقع التواصل الاجتماعي لصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيتفقد فجر اليوم الجمعه احدى القواعد الجويه المصريه ومشروع مستقبل مصر. وده الحقيقه كان وفقا لتصريح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه. هانو الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض في لقطات بيتفقد فيها الرئيس السيسي مشروع مستقبل مصر، وظهر الرئيس بالزي العسكري خلال تفقده للقاعده الجوية، ارتدى الزي العسكري الخاص بالقوات الجوية المصرية وتفقد المشروع بطائرة هيليكوبتر. دي الحقيقة المرة السادسة اللي الريس يرتدي فيها الزي العسكري منذ أن ترك منصبه كوزير للدفاع وانتخب رئيسا للجمهورية. دي بعض اللقطات، تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده في مجموعة من اللقطات ومشاهد من زيارة الرئيس اللي قام بيها النهاردة فجر الجمعة النهاردة للقاعدة الجوية ومشروع مستقبل مصر.